السلام عليكم يا خامس الحلوين، انا اشتقت لكم. شو اخباركم؟ طبعا انتوا اخذتوا عندي كم حصه بالفصل، بدايه الفصل، وبتعرفوني، بس انا راح ارجع اعرفكم من جديد. انا مس عايشه عدنان، معلمه اللغه الانجليزيه عندك. راح اصير ان شاء الله ابعث لك انا الحصص والشرح، وان شاء الله نتعاون مع بعض، واقدر اوصلكم معلومه باسهل طريقه، ورح تكونوا إن شاء الله مفهمين المادة، ورح تعرفوا قديش الإنجليش very easy. It's a piece of cake، إنه كتير سهل، يعني ما رح تحس بأي صعوبة بالإنجليش. بس المطلوب منك إنك تتبع معي وتكتب أي ملاحظة بحكيها بالفيديو، حتى لو أنا ما كتبتها، أنا عم بحكي والفيديو عندك، وإنت بتقدر تسيطر عليه، بتقدر تعيده بدل المرة 10، توقف عند المعلومة اللي بحكيها، يا إما بتحط ستيكي نوت هون على رأس الصفحة وبتكتب عليها، يا إما بتكتب ملاحظات معاي على الكلمة نفسها أو الجملة. طيب، today we are going to start with our new unit which is unit 3. اليوم رح نبدأ في unit جديدة اللي هي unit 3. Judy eats all the sweets. Judy eats all the sweets. طيب، شو يعني Judy eats all the sweets؟ يعني جودي هي اسم شخص أو اسم بنت. eats all the sweets. eats يعني أكلت all the sweets، جميع الحلويات. جميع الإيش؟ جميع الحلويات. طيب، let's start with picture number one and talk about the conversation between the teacher and her students. between المعلمة وطالباتها. Picture number one and bubble number one. Good morning, class. How are you doing today? Good morning, class. What's the meaning of good morning? When I say good morning to you every day, وش كل يوم أسافوت على الصف عندكم كنت أحكي لكم good morning. Good morning تعني صباح الخير. Class يعني الصف أو طالباتي أو صفي. How are you doing today? ماذا أخباركم اليوم؟ شو أخباركم اليوم؟ كيف عاملين اليوم؟ How are you doing today؟ كيف أوضاعكم اليوم؟ Okay. Good morning, Miss Zahra. ردوا عليها direct. حكوا لها Good morning, Miss Zahra. This is Miss Zahra. We are doing well. نحن بصحة جيدة أو جيدين. We are doing well. يعني نحن جيدين. Okay, thank you. شكروها، حقولها thank you، أشكرك. Picture number two. Now the teacher is talking that. هي بتحكي How was the party yesterday? The teacher is ask one of the students. عم تسأل واحد من الطالبات. This student عم تسألها، عم تحكي لها How was the party yesterday? كيف؟ How يعني كيف؟ was يعني كانت، تدل على ماضي. في عندي yesterday، إذن أكيد رح يكون عندي هنا was، لأنه yesterday بتيجي مع was، البارحة. كيف كانت الحفلة؟ party يعني حفلة. it's a noun. party noun. was helping verb. how is question wh question أو it a clue for a question. هاي تدل على أنه يوجد سؤال how and question mark. The student said that it was great. كانت great. عم تحكي عن إيش؟ مين هي الـ it was great؟ عن شو عم تحكي؟ شو هي الـ it refers to what؟ refers to the party، تعود للحفلة. مين هي اللي كانت great، عظيمة أو حلوة؟ هي الـ party، الحفلة. great إذا عظيمة، هي adjective. كانت عظيمة. I had all my family and friends. I had all my family and friends with me. طبعا انتبه، انا عم بقرأ بالنطق الصحيح عشان تعيدوا من وراي. I had all my family، جميع عائلتي كان في بالحفلة، كان يوجد جميع العائلة. all my family and friends. friends أصدقائي، plural noun. هاي noun بس plural، جمع، لأنه في بآخرها s. plural noun.
with me كانوا معاي كلياتهم with me. طيب picture number 3 yay the students also saying that yay it was quite a party. حكت لها انها هي كانت يعني الى حد ما حفلة يعني مو حفلة حفلة بشكل رسمي زي اللي بيحكوها حفلة صغيرة quite a party حفل الى حد ما حفلة تمام quite a party يعني حفلة صغيرة او الى حد ما حفلة. Mom made a delicious cake again. Mom made a delicious cake. Mom made is verb. بس هاي verb one ولا two؟ أكيد verb two. شو الverb one منها؟ Make يا خامس. انتبهوا على هاي الأفعال. الverb one verb المجرد الأصلي هي كانت make. بس لأنه حولناها لماضي عم نستخدم ماضي ونحكي عن إشي صار مبارح الأمس. فإشي صار وخلص رح نستخدم له زمن الماضي. أوكي ميد إم ما عم تحكي عن إمها إنه إمها ميد صنعت ميد يعني صنعت إيش a delicious cake كيك لذيذ delicious يعني لذيذ it's an adjective also cake is noun. I ate so many candies I ate so many candies. انتبهوا هنا eight. What is the tense of eight? Is it a present or past? Sure, it's past. هاي verb two. Verb هاي ماضي ايش eight؟ ماضي eat. الأصل تبعها eat. بس احنا استخدمنا الماضي. I ate so many. الكثير. أنا أكلت الكثير من الإيش؟ الكاندي. الحلوى. That was the best part. حكت لأنه أنا أكلت كثير حلو. وهذا that was the best part هذا كان أفضل جزء بالحفلة أفضل جزء إنها أكلت كتير حلو هيك بتفكر إنها عملت إشي حلو إنه يعني لازم أكلت كتير شو التيتشر حكت لها حكت لها I bet you had a stomach after eating all those candies حكت لها I bet you had a stomachache. شو يعني I bet you? I bet you يعني بتحداكي أو أتحداكي إنه had a stomachache after eating. إنه صابك had يعني أصابكي ألم في المعدة. Stomachache. انتبهوا هاي إك وهاي إك. Stomachache. ألم في المعدة. ألم في المعدة. After eating all those candies بعد ما أكلتي هاي الكاندي الكتيرة الحلويات الكتيرة Number 4 قلت لها No not at all حكت لها Not at all ليس كذلك تماما ليس تماما حكت لها أبدا I could have eaten more حكت لها أنا كنت بقدر شو بتقولها بتقولها أنا كنت أقدر could يعني ماضي كان كنت أستطيع أن أكل أكثر كانت رح تأكل أكثر وكانت تستطيع أن تأكل لسه كمان but لكن my mom أمها stopped me أوقفتني stopped me أوقفتني عن الأكل الحلويات my mom stopped me stopped verb to mean stop حكت لها المس And rightly so حكت لي with exclamation mark يعني علامة تعجب بتقولها يعني هل تعتبرين ذلك صحيح and rightly so هل هذا صحيح مع تعجب يعني إنه هل بتعتبري حالك إنه عملت إشي صحيح حكت لها I'm glad you have a good party أنا مبسوطة glad يعني فرحة أو مبسوطة فرحة خلينا نكتب فرحة You had إنه قضيتي أو عملتي had a good party حفلة جيدة good adjective صفة للparty إن الحفلة كانت جيدة okay students حكت لهم let's begin math let's يعني let us begin نبدأ
math الرياضيات. يلا نبدأ الحصة. حكت please pull out your box. pull out يعني أخرجوا كتبكم. your box يعني كتبكم. that's all for the lesson today. now I will write the meaning of each vocabulary that we read in our lesson. كل كلمة قرأناها هنا ومرة علينا كانت جديدة موجودة هون، أو كل كلمة هون مرت علينا في الدرس وحكينا معناها، لكن هلأ راح أعيد، راح أكتب لكم المعنى جنبها، ويا ريت الكل يكتب معي يا إما على الدفتر. أنا عم بكتب هون على الكتاب وراح أتغاضى شوي لأنه عندكم امتحانات، لكن رجاء إنه لما تخلص الامتحانات write these words and expressions on your notebook. اكتب على دفترك بخط جميل ومرتب لتعرف تدرس. طيب the first vocabulary is yesterday. yesterday تعني الأمس. family تعني العائلة. friends تعني الأصدقاء. party تعني حفلة. delicious يعني لذيذ. made يعني صنعت، ماضي make. ate يعني أكلت، ماضي eat. إذن هدول of هاي verb وهاي verb، هاي adjective، هاي noun. noun noun هاي plural noun، حكينا plural noun يعني اسم بس جمع friends، وهاي noun وهاي noun، لكن هذا noun يدلني على زمن. yesterday يعني أمس يدلني على past، على ماضي. expressions عندي very easy also. good morning تعني صباح الخير. yeah it was quite a party يعني كانت إلى حد ما، حكينا حفلة. that was the best part كان أفضل جزء. not at all ليس تماما أو أبدا. and rightly so هل هذا صحيح بنظرك. and علامة تعجب exclamation mark. that's all for this page for today. thank you for your listening. tomorrow we will take the new lesson which is has your room changed. thank you.